حرصا من وزارة الداخلية على تبادل الخبرات الأمنية العربية وبخاصة في مجال الإعلام الأمني، استقبلت الوزارة وفدا من مسؤولي الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العربية لزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، حيث شاهد الوفد إمكاناته ودوره في إبراز الجهود الأمنية لوزارة الداخلية. هذا وتأتي هذه الزيارة على هامش زيارتهم السنوية للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان. على هامش الزيارة السنوية لوفد من مدير إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، قام الوفد بزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، زيارة تأتي من منطلق حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لدعم رسالة الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي، بخاصة الرسالة الإعلامية الأمنية. إحنا بصدد الزيارة السنوية اللي بتتم للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، واللي هي من ضمن البرنامج العام السنوي للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبيتم خلالها زيارة قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لإطلاع الدول العربية على التجربة المصرية الرائدة في مجال الإعلام الأمني. تعرف الوفد على الإمكانات الهائلة التي يمتلكها القطاع لأداء دوره في تغطية كافة فعاليات وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، وبث الرسائل والتقارير الإعلامية التي تتعلق بجهود وزارة الداخلية بشكل احترافي، سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، عبر وسائل الإعلام المختلفة. اللي اطلعنا عليه وروّلنا الإخوان اليوم في إدارة الإعلام الأمني يعني يعكس مدى التطور في مجال الإعلام في إدارة الإعلام الأمني بجمهورية مصر العربية، وهاي شيء يعني مشرف، واحنا ان شاء الله بنستفيد من هذه الزياره والاضافه للوفود الى المشاركه في هذه الاجتماع. كانت لنا فرصه للاطلاع على مختلف المجهودات المبذوله من اجل تطوير العلاقات العامه وكذلك المجال الاعلام الامني من خلال معظم المرافق الامنيه او الاعلاميه التي تضمها وزاره الداخليه لجمهورية مصر الشقيقة. وقد أشاد أعضاء الوفد بالتطور الكبير والإمكانات التقنية والبشرية التي يمتلكها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والذي يسهم في نشر الوعي والرد على الشائعات ويعزز من القيم الوطنية والعربية، ما يعد نقلة نوعية في منظومة الإعلام الأمني الذي يحقق التواصل مع كافة وسائل الإعلام ومع المواطنين، مؤكدين على رغبتهم في تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من قدرات وخبرات الجانب المصري في مجال الإعلام الأمني. ظهرنا كثير في التقدم الحاصل بجمهورية مصر في الجانب الإعلام الأمني وتقدم المادة وأيضا الأدوات الإعلامية هنا في المركز الإعلامي. إن شاء الله هنالك بعض الأمور التي تفيد الجانب الإعلام الأمني في شرطة عمان السلطانية، ونتمنى أن تستمر مثل هذه الزيارات بين الدول. حقيقة ما شاهدناه اليوم تجربة ثرية، بداية بالرصد الإعلامي وانتهاء بالإنتاج وتوظيف التقنية الحديثة، خاصة ما يسمى بالذكاء الاصطناعي في توصيل الرسالة الأمنية الإعلامية. نشكركم على زيارتكم لقطاع الإعلام للشرطة المصرية ولجميع القطاعات والمصالح اللي عدينا عليها وشفناها بكل يعني احترافية، أداء احترافي، أداء مميز وتنسيق رائع ما بين الأجهزة في الإدارة العامة للإعلام. زيارة مهمة للتعريف بالقدرات الإعلامية التي تمتلكها وزارة الداخلية، والتي تسعى من خلالها إلى إبراز الجهود الأمنية وبث الرسائل التوعوية لخدمة المجتمع وتنمية الوعي ونقل الصورة الصحيحة والموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة.
يمتلك قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية إمكانات فنية وبشرية وتقنية كبيرة تمكنه من أداء رسالته الإعلامية في بث رسائل توعوية وإبراز جهود وزارة الداخلية. من هنا كان اهتمام مدير الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية لاستفادة من هذه التجربة الإعلامية المهمة في بلدانهم. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.